ستة أعوام مضت على الحكومة الليبية، سنوات اتسم أولها بملف الحرب على الإرهاب ليتمكن الجيش والشعب من الانتصار في معركة الوطن ضد من يقاتلنا بالرصاص والنار. لنبدأ في معركة البناء والأعمار، ورغم استمرار الحرب على الإرهاب وتربص الغزاة الأتراك بنا وسيطرة الصديق الكبير على مركزي طرابلس وصنع الله على أموال النفط، إلا أن معركة الحكومة قائمة لإعادة بناء ما تم تدميره وتعمير ما يحتاجه الشعب من مشاريع ومرافق وخدمات جديدة. اليوم نفتح ملف مشاريع الحكومة الليبية على مدى سنوات ما أنجز منها وأصبح واقعا ماثلا للعيان يشار إليه بالبنان ويلقى من الناس الإطراء والاستحسان، وما تعثر من مشاريع وأصبحت مثارا للأقاويل والتساؤل حول أسباب التأخير وعدم الإكمال. سنفتح ملف ميزانيات هذه المشاريع وآليات التنفيذ والاختيار، سنناقش مع بعض النواب آليات التنسيق بينهم كجهة مشرعة وبين الحكومة بصفتها التنفيذية، وسنحاول أيضا الاستفهام من بعض عمداء البلديات حول المشاريع المنفذة والمتعثرة أو المطلوب إنجازها. أهلا بكم. الحكومة الليبية وليدة ظروف استثنائية وأزمة خانقة تشهدها البلاد، اتخذت من المنطقة الشرقية مقرا لها بدلا من العاصمة التي تنتشر فيها العصابات والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون. إذ قال رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني في لقاء متلفز العام الماضي إن سبب انتقال الحكومة إلى بنغازي يرجع إلى الاستقرار الأمني الذي تنعم به المنطقة الشرقية برمتها والمؤمنة من الجيش الوطني لتتمكن من تسيير مهامها بالشكل الصحيح. عزمت الحكومة من خلال الاقتراض أن تواصل عملها في المناطق الخاضعة تحت شرعيتها، واستمرت في إنشاء مشروعات وإصلاحات لا حصر لها لسنوات منذ تشكيلها. في يوليو العام الماضي أصدرت الحكومة حزمة من القرارات المهمة بحل مختنقات بلدية جدابيا بلغت قيمتها نحو 63 مليون دينار لجملة من المشروعات في مجال الكهرباء والطرق وفتح المسارات والمياه والصرف الصحي. كما شهد العام الماضي تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية من بينها صيانة جسر الهواري في بلدية بنغازي وتركيب إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى صيانة الطريق المعبدة. يناير الماضي افتتحت الحكومة مستشفى جالو بسعة 200 سرير لخدمة مناطق واحات الجنوب الشرقي لليبيا. في نفس الشهر افتتح رئيس مجلس الوزراء في مدينة درنا مقرا لمركز شرطة الساحل الشرقي وجهاز مكافحة المخدرات، إضافة إلى مركز شرطة الفتايح ووضع حجر الأساس لإنشاء مقر مراقبة التعليم في درنا. في أبريل الماضي أرسلت الحكومة المؤقتة التجهيزات اللازمة لمستشفى سرت، واتخذت خطواتها لتجهيز مستشفى درنا ومستشفى البريغا استعدادا لمواجهة جائحة كورونا، تزامنا مع إمداد لمستشفيات أخرى في جنوب وغرب البلاد. كما أطلقت الحكومة في نفس الشهر حملة موسعة لإنارة المدن وصيانة الكوابل الأرضية. يونيو الفائت كان حافلا بجملة واسعة من تنفيذ المشروعات والأعمال في عدد من المدن خاصة مناطق البطنان. افتتحت الحكومة كلية التربية في بلدية بير لشهب بعد إنشائها خدمة للسكان والتخفيف عن طلابها تكبد عناء المسافات والسفر، وشهدت الكلية تجهيزا بمعامل دراسية وفقا لأعلى وأحدث المواصفات التقنية. كما أعاد رئيس مجلس الوزراء ضمن جولته بالبلدية افتتاح مستشفى بير لشهب القروي وزيادة سعته السريرية وأقسامه التخصصية. كما دشنت الحكومة الليبية في نفس الشهر مستشفى بالخاثر القروي بسعة 60 سريرا، وطورت مستشفى بلدية مساعد ببناء 3 طوابق على مساحة كبيرة وزيادة التخصصات الطبية والتوسعة السريرية وتجهيز قسم متكامل للإسعاف والطوارئ. واستهلت الحكومة الشهر الجاري مركز الأورام وأمراض الدم لمستشفى الثورة في مدينة البيضاء بعد صيانته وتجهيز شامل لجميع الأقسام. كذلك دشن رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني يونيو الماضي العمل في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجديد بمدينة البيضاء، وذلك في إطار سعيها توطين دواوين الوزارات في بلديات الجبل الأخضر.
قيمة المشروعات المتعاقد عليها بلغت 875 مليون دينار لعام 2019 و2020. بحسب مصادر من مجلس الوزراء فإن غالبية المشاريع المنفذة لم تصرف من بنود ميزانية الدولة في وقت تعمل فيه الحكومة جاهدة على إنشاء مستشفى ميداني بسعة 400 سرير. كذلك تمكن مجلس الوزراء من توفير 30 سيارة إسعاف متخصصة للعناية المركزية وتوفير 50 سيارة رش استخدمت في تعقيم الشوارع والساحات. هذه المشاريع السالف ذكرها غيض من فيض في وقت يستمر عمل الحكومة الشاق تزامنا مع مرحلة عصيبة تعيق خططها وتنفيذ مشاريعها وسط غياب كامل لتوزيع عادل للثروات، إذ لا تعود إيرادات النفط إليها، إنما تذهب كاملة لصالح مؤسسة النفط والمصرف المركزي في العاصمة الغارقة في الفوضى وعصابات الفساد. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نهاية الأسبوع، وفي هذه الحلقة ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ إبراهيم المرغني مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء بالحكومة الليبية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. وسينضم إلي تباعا مجموعة من الضيوف المختصين والمهتمين والنواب وأيضا بعض عمداء البلديات، وسينضم إلينا لاحقا أيضا نائب رئيس الهيئة العامة للأسكان والمرافق بالحكومة الليبية. بداية معك سيد إبراهيم، ضعنا في مفهوم إدارة الشؤون الفنية والمشروعات برئاسة الوزراء في الحكومة الليبية، تفضل. في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة لتعريف بإدارة المشروعات والشؤون الفنية برئاسة الوزراء. إدارة الشؤون الفنية والمشروعات برئاسة الوزراء إدارة مستقلة تتبع رئيس الوزراء مباشرة. نعم. استحدثت في منتصف سنة 2018 بقرار من مجلس رئاسة الوزراء، تتبع يعني مهام هذه الإدارة هي مراجعة المشاريع الضرورية والمستعجلة التي تقدم من عمداء البلديات في كافة المناطق اللي تحت سيطرة الحكومة الليبية. نعم. طيب الآن لكن نحتاج إلى معرفة طبيعة العمل، يعني طبيعة عملكم أنتم كإدارة الشؤون الفنية والمشروعات، وما هي الجهات التي تتبعكم بشكل مباشر على مستوى البلديات لو حكينا يعني؟ من مهام إدارة المشروعات والشؤون الفنية برئاسة الوزراء هي تنفيذ المشاريع المستعجلة والضرورية في كافة البلديات. هناك في بعض المشاريع مستعجلة، يعني بدل ما تمشي عن طريق الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة يجي لرئاسة الوزراء مباشرة ويتم التعاقد عليها عن طريق رئاسة الوزراء. طيب لو 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 توضح لنا يعني نقطة هامة جدا، هل وظيفة إدارة الشؤون الفنية والمشروعات تتمثل في الإشراف أم المتابعة أم التقييم؟ وظيفتها بشكل محدد يعني؟ وظيفتها بشكل محدد مراجعة المشاريع تم التعاقد عليها عن طريق لجنة العطاءات التابعة لرئاسة الوزراء عندنا في بالديوان، من تم التعاقد عليها عن طريق شركات يتم تزكيتها عن طريق عميد البلدية. بالنسبة للبلديات القريبة من الديوان يتم الإشراف عليها عن طريق مهندسين تابعين لإدارة المشروعات والشؤون الفنية. البلديات البعيدة يتم عملية إشراف عن طريق إدارة مكتب مشروعات بالبلدية، ومن تم إشراف فني ومن تم متابعتها عن طريق مهندسي الشؤون الفنية والمشروعات بالديوان. طيب شو الفرق يعني بين المشروع أو مشاريع رئاسة الوزراء والمشاريع الأخرى مثل الوزارات والمؤسسات والهيئات، كذلك على مصطلح مشاريع البلدية يعني لو جيناه، شو الفرق بين هذين كلهن يعني؟ هناك مشاريع يعني يتم تنفيذها عن طريق الوزارات والهيئات، تقوم الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة بطلب
الإذن بالتعاقد على تنفيذ مشروع ما حسب احتياجاتها يعني. طبعا حسب احتياجاتها بتنفيذ مشروع ما، يتم إصدار قرار برئاسة الوزراء بالإذن بالتعاقد، تتعاقد الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة، فهذا شيء آخر. وفي هناك مشاريع عن طريق إدارة المشروعات وبديوان رئاسة الوزراء، هذه المشاريع كما قلنا إحنا المستعجلة والضرورية الأفضل من تجي من الوزارة لرئاسة الوزراء ترجع للوزارة مرة ثانية، لا، من البلدية لرئاسة الوزراء للتنفيذ مباشرة. يعني أسرع، في أسرع وقت زمني ممكن. كاختصار للوقت يعني من أجل الإنجاز بشكل سريع، لأنها تمثل المواطن مباشرة، مثل تنفيذ طريق، حفر آبار، توصيل مياه، الحاجات الضرورية. طيب قبل ما نخوض في 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 المشاريع وقيمتها وشن هن بالضبط المشاريع، لكن خلينا نعرف شن هي القيمة المتعاقد عليها من قبل رئاسة الوزراء في المشاريع التي قمتم بها أنتم كإدارة شؤون الفنية والمشروعات بديوان رئاسة الوزراء. كمشروعات تابعة لرئاسة الوزراء، لدور رئاسة الوزراء، ما يقارب في 900 مليون دينار ليبي ما بين 2018 و2019 في جميع البلديات، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، في جميع البلديات. طيب نسبة الإنجاز؟ نسبة الإنجاز تتفاوت، معظم المشاريع منتهية، معظم المشاريع جارية متوقفة. مشكلة العدم الانتهاء أو المتوقفة هي الأمور المالية حتى مع الشركات المنجزة للعمل يعني. حتى بعض الشركات المنتهية لم تستم مستحقاتها لحد الآن. شو العائق؟ ليش هذه يعني أصعب يعني مشكلة تواجه فينا هي عدم صرف مستحقات الشركات. لأن طيب يعني هو كإجراء قانوني قاعد إجراءات منتهية، إجراء أنجز العمل، في ناس جت تابعوا العمل، قيموه لو أنجز بالشكل المطلوب وسلم حتى للمقر أو الجهة اللي يتبع لها وجاب الإجراءات أنه انتهى العمل، لكن أنتم مش قادرين تخلصوا. مشكلتنا إحنا في الموارد المالية. قدمت الشركة مستخلصاتها، تم تقييمها من قبل مهندسين، إشرافها من قبل مهندسي البلديات، لكن لحد الآن لم يتم صرف أي مبلغ. لماذا؟ هذه عارف أنت قصة المصرف المركزي والإيرادات المالية، لكن لحد الآن لم يتم صرف أي مبلغ. لكن البعض يسأل إذا كان الحكومة ما عندهاش أموال ومش قادرة تدفع ثمن المشاريع اللي قامت بهن، لماذا تقوم بمشاريع أصلا يعني؟ هي هل تتوقف الحكومة بعد ذلك إذا كان ما فيش موارد مالية؟ هي نرجع، هي تقريبا أول سنة في عهد ليبيا أن يعتمد الميزانية للبرلمان في شهر واحد. نعم. المفروض بالكثير شهر اثنين شهر ثلاثة تسيل، لكن لحد الآن لم يسيل أي مبلغ. إلى الآن. يعني أنا مش نقول خلل من يعني، لكن إذا كان قلنا تعطيل الإجراءات يعني وإجراءات معطلة، هل هنالك أي سعي منكم أنتم كإدارة المشروعات للمخاطبة بأن ضرورة إنجاز الإجراءات المالية للمتعاقد معهم يعني؟ حاولنا عدة مرات، وللأسف الشديد أنهم يزوروا فينا معظم النواب ويوعدوا فينا إن شاء الله في الأيام القادمة حيتم الصرف، لكن لحد الآن لم يتم صرف أي مبلغ. طيب يعني لو حاولنا تقدير الأرقام أو المبالغ بقيمة المشروعات المنفذة التي أنجزت تم إنجازها يعني، وقيمة المشاريع المتعثرة كم تبلغ لو جزأناها اللي أنجزناه أنجزات الحكومة كم كان، وما يعني متعثر إلى حتى هذه اللحظة كم يكلف يعني؟ معظم المشاريع اللي تم التعاقد عليها يعني جاري التنفيذ فيها، لكن لما صاحب الشركة يقدم مستخلص ويكون دافع مبلغ ولم يتم صرفه حيخاف يعني مش حيتم الاستكمال على باقي المشروع. نعم. أنا متأكد لكان يصرفوا المستحقات للشركات، أنا متأكد في خلال شهر بكثير أو شهر ونص حتبقى نسبة كبيرة من المشاريع منتهية. نعم. طيب بينضم إلي عبر الهاتف السيد رضا فريتيس مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمجلس الوزراء بالحكومة الليبية. أهلا وسهلا بك سيد فريتيس، في نهاية الأسبوع من ليبيا الحدث، كيف تتم متابعة المشاريع وإعداد التقارير حسب نسب الإنجاز؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين بك أستاذنا. أهلا بك. وأنا سأكون ضيفك المهندس إبراهيم.
مديري إدارة مشروعات شؤون فنية. نعم. رئاسة الوزراء. ما يتعلق باختصاصي في المتابعة اختصاصها مناط بتحديد بيانات وإحصائيات كاملة وشاملة عن كافة المشاريع المأذون التعاقد عليها من قبل رئاسة الوزراء للجهات سواء كان وزارات ولا هيئات ولا مصالح ولا مؤسسات. هذه الإحصائية تقدم بشكل على هيئة تقارير لرئيس مجلس الوزراء. لو تطرقنا للإحصائية المتوفرة اللي تم إعدادها من قبل إدارة المتابعة، الحكومة الليبية المؤقتة الليبية أقرت 3115 مشروع على مدار السنوات من 2015 حتى 2020، قيمة إجمالية تعاقدية 7,688,171,603 دينار من عام 2015 وحتى 2020. وزع هذه المشاريع على كافة القطاعات والمؤسسات بما فيهم المشاريع المتعاقد عليها من ديوان رئاسة الوزراء بلغ عددها 552 مشروع وقيمة بقيمة إجمالية 895,805,251 دينار. المنتهي منها 62 مشروع، جاري العمل فيها 370 مشروع، المتعثرة 5 مشاريع لم يباشر العمل بها 115 مشروع. يتعلق بالبيانات الثانية اللي هي المشاريع التي لم يتم التعاقد عليها من رئاسة الوزراء كديوان، إنما متعاقد عليها وممنوح الإذن للقطاعات باختلاف مسمياتها اللي هي مثلا وزارة التعفية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة العدل وغيرها من المؤسسات والمصالح. كان أي بيان سريع على هذه المشاريع ممكن العرض سريع كل وزارة كم مشروع فيها وكم قيمة التعاقد وكم المنتهي وكم المتعثر وكم الجاد إذا كان الوقت يسمح يعني. نعم تفضل. نعم نعم تفضل سيد فريتيس. ما يتعلق بوزارة الداخلية عدد المشاريع اللي تم إبرامها 8 مشاريع قيمتها 12,945,861 دينار، منتهي منها 5 مشاريع المتعثرة 3 مشاريع. نعم. وزارة العدل عدد المشاريع 82 مشروع بقيمة 24,653,420 دينار، المنتهي 76 مشروع، إجاري 3 مشاريع، المتعثرة 2 لم يبدأ العمل فيها بعد في وزارة العدل مشروع واحد. وزارة الصحة عدد المشاريع 238 مشروع بقيمة 329,422,338 دينار، المنتهية 120 مشروع والجارية 60 مشروع، المتعثرة 10 مشاريع ولم يباشر العمل بها بعد هي 42 مشروع. وزارة التعليم ما يخص مصلحة التقنيات، نعم، عدد المشاريع 483 مشروع قيمتها 205,976,112 دينار، منتهي منها 405 مشروع، جاري 69 مشروع، متعثر 7 مشاريع لم يباشر العمل بها بعد مشروعات. وزارة الحكم المحلي عددها 95 مشروع قيمتها 5,200,465، المنتهي 94 مشروع، الجاري مشروع واحد. الهيئة العامة للمواصلات والنقل عددها 495 مشروع قيمتها 1,350,116,289 دينار، منتهي منها 149 مشروع، الجارية 79 مشروع، المتعثر 154 مشروع، نعم، لم يبدأ العمل بها 113 مشروع. الهيئة العامة للإسكان والمرافق عددها 155 مشروع قيمتها 597,392,500 دينار، المنتهي منها 24 مشروع، والجارية 43 مشروع، والمتعثرة 11 مشروع ولم يبدأ العمل بها بعد 77 مشروع. الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة عدد مشاريعها 82 مشروع قيمتها 3,336,181,574 دينار، المنتهية 21 مشروع، الجارية 48 مشروع، لم يبدأ بعد 13 مشروع. نعم. المؤسسة الوطنية للموارد المائية عددها 318 مشروع قيمتها 248,533,081 دينار، المنتهي عدد 153 مشروع، الجاري تنفيذ 142 مشروع، المتعثر 8 مشاريع لم يبدأ العمل بها بعد 15 مشروع. جهاز تنمية تطوير
وتطوير المدن. عدد المشاريع 584 مشروع قيمتها 552 مليون 583 ألف و806 دينار، المنتهي إلى 96 مشروع، الجارية 371 مشروع لم يباشر العمل بها بعد 119 مشروع. هذه إحصائية وهذه تقارير تارك لرئيس مجلس الوزراء وبشكل دوري وبشكل شهري ومتابعة عملنا نحن كإدارة. طيب إدارة المتابعة وتقييم الأداء، يعني بعد ما ترصد كل 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 الكلام اللي أنت قلته بخصوص هذه المشاريع المنجزة والمتعثرة والمتوقفة والتي أنجز فيها جزء بسيط وبعدين وقفت، يعني في أسباب ممكن حتى تكون فنية يعني، لكن مع تقييم الأداء والمتابعة، هل هنالك أي استقبال لتقارير أخرى ترد إليكم بخصوص ما أنجزتموه أنتم من تقارير متابعة؟ يعني أنتم كإدارة لما تتابعوا مجموعة مشاريع وترسلوها لرئاسة الوزراء، هل في رد يجي من رئاسة الوزراء يقول لكم والله أنتوا تابعتوا المشاريع الكذا والفلانية وكان تقييمكم عليهم كذا ونحن عندنا رد عليهم 1 2 3 4؟ يعني تحدث عن 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 الرد والجواب، عملية الحيوية داخل الحكومة، في شيء هذا ولا لا؟ أنا نحاول وضحت جزئية، إدارة المتابعة وتقييم الأداء ليس اختصاص فني يتعلق بمتابعة مشاريع وغيرها. هذا اختصاص فني يقع على جهاز ذات اختصاص بمتابعة وإشراف وشؤون فنية. نحن كإدارة متابعة نرصد ونتابع ونطالب بتقارير على الأداء ونسب إنجاز مشاريع. طيب قيمتم الأداء في قطاعات مختلفة. أنا ممكن أوصل لك سؤالي بطريقة ثانية، أنتم الآن قيمتم الأداء، كيف تقيموا؟ نعم. فيه الأداء؟ أنا شخص واخذ مشروع. نعم نسمع فيك أستاذ فريتيس. على تقييم الأداء تسمع فيه؟ على تقييم الأداء، أنا شخص واخذ مشروع اليوم واتفقت أنا والمشروعات أن ننجزها بالمواصفات المعينة وبالتكلفة المعينة وكذا، واتفقنا على التكلفة، ممكن ما يجنش فلوس يجن اليوم بكرة وبعد بكرة مش مشكلة، لكن المواصفات اللي متفقنا وياها مش كانوا يعني اتفقنا المواصفات تكون هاي كلاس يعني تمام، وأنا مش قادر ندير حتى 20% وبنيت المبنى والمواصفات أقل من المسموح به أو أقل من المأمول، يعني خلاص انبناه هو المبنى، توه مبنى قاعد ومنشأ، لما جيت وقيمت الأداء، هل في قرارات تؤخذ من رئاسة الوزراء بعد تقييمكم أنتوا أداءكم؟ هل في مشاريع أنتوا قيمتوهن وقلت والله تعالى كراس المواصفات راه أنتوا قلتوا 1 2 3 4 وراح يكون شكله كذا، المبنى حيكون كذا، مواصفاته كذا، لكن للأسف راه انبنى صح بس مش نفس المواصفات المطلوبة، بينما الحكومة مستعدة تخلص المواصفات اللي هي 5 ستار 5 نجوم كويس. الآن قيمتم الأداء ولقيتوا المشروع ما طبقش نفس ما هو مطلوب، يعني شو الإجراء اللي حيتخذ بعدين؟ نفهم أنا يعني هل في محاسبة للناس اللي قامت بالمشروع؟ هل في متابعة لهم هم كشركات؟ هل معاش في ثقة؟ هل حرمانهم من مشاريع جديدة؟ شنو اللي مفروض أنه هو يصير يعني بعد تقييم الأداء ومتابعتهم؟ تفضل، ياريت يكون سؤالي وصل، بس يعني أنا مش خبير فني، لكن أنا أتكلم بشكل يعني أنا مواطن أتكلم بشكل بسيط جدا، يعني أنا مش تخصصي الهندسة ولا المشروعات ولا إدارة المشروعات، لكن حاول نبسط المفهوم بشكل كبير جدا. يا تفضل. كل وزارة ولا مصلحة ولا مؤسسة لديها إدارات مختصة فنية أسمى إدارة المشروعات. كويس. في دراسة المقايسات المعدة للمشاريع اللي هم طالبوا به رئاسة الوزراء لغرض منح قدرة التعاقد معدودة وتم إعدادها من قبل الوزارات والهيئات المعنية اللي هي رأت هذا الاحتياج ورأت أن من الضرورة منح قدرة التعاقد حتى تنفيذ المشروع، فبالتالي افتدى المشروع من القطاع المختص جيل. ثم يلتقي الموضوع هم بالتعاقد ومن خلال لجان عطاءاتهم ومن خلال الإدارات الاستشارية عندهم تم تكليف الشركة بعينها من خلال ممارسة معينة ومن خلال شروط ولائحة العقود الإدارية. ننتقل مرحلة ثانية اللي هي شروط التنفيذ، أن مخالف المواصفات مش مخالف المواصفات وفق مقياسات المعدة والمعتمدة وعدت إلينا شكاوى نحن كرئاسة الوزراء حول المشروع بعينه، في تجاوزات، في مخالفة المواصفات،
نحن لا نترك هذا الأمر. دولة رئيس مجلس الوزراء عندما يرد هذه إليه الأمور يشكل لجان مختصة يتم مراجعة ما ورد إلينا من تقارير، ومن ثم الوقوف على الانحرافات ويتم اتخاذ الإجراءات حيال طبيعة. طيب تمام، وصلت أنت نقطة مهمة جدا سيد فريتيس. طبيعة هذه الإجراءات اللي سوف تتخذونها، شنو هي طبيعة الإجراءات هذه؟ شيء اللي بنأكد إذن دولة رئيس مجلس الوزراء لما نحن عدينا التقارير وشكلت لجنة من دولة رئيس الوزراء برئاسة معالي وزير الصناعات الدكتور السنوسي صالح. دور هذه اللجنة حصر كافة المشاريع اللي تم التعاقد عليها وتم سحب المشروع مثلا فيها وتم تصنيف الى مشاريع ملتهية عليها التزامات ومشاريع ملتهية ليس لا يوجد عليها التزامات ومشاريع جارية ومشاريع متعثرة ومشاريع لم يبدأ فيها العمل. ومن خلال التقارير التي يقدم يعني اللجنه اللي ذكرت لك برئاسه الدكتور السنوسي تم تشكيل لجان فرعيه. اللجنه الاولى تختص بالمشاريع المنتهيه وعليها التزامات من خلالها يتم تحديد القيمه الماليه المطلوب توفيرها خلال هذا العام لسداد الاتجاهات المتعاقد معها والتي انجزت العمل. طيب هذه اهلين عليه مشاريع منتهيه وعليها التزامات ماليه، مشاريع منتهيه لم تطابق المواصفات. إذا كان في 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 خداع، في تلاعب، في كذا، هذا كله قاعد وارد. مشروع انتهى لا يطابق المواصفات الذي قدم عليهم أول مرة ووافقت عليهم إدارة المشروعات وقالوا إن المواصفات مطابقة وكويس. هذه نحن نبهن المشروع بني بطريقة وبأخرى وطلع وانتهى ومنجز أصبح وقعدت فلوسها مفروض أول ما يجنوا يعطوه لصاحب المشروع لكن غير مطابق للمواصفات، كيف حديروا معه هذا؟ معلومه بان هذا مشروع سين عليه ملاحظات وعليه تجاوزات لما يرد التقارير. نحن في السداد لابد يتم اصدار قرار تسجيل القيمه من رئاسه الوزراء القطاع المعني حتى يتم سداد هذا المشروع. لا يصدر قرار تسجيل على المشروع تجد عليه ملاحظات وتجاوزات في التنفيذ. طيب ابقى معي السيد فريتيس، خليني نعاود للاستاذ ابراهيم. حضرتك أعتقد أن شرحت السؤال بشكل موسع جدا. بهذه الحالة، حالة عدم مطابقة مواصفات للمشاريع اللي أنجزت، كيف يتعاملوا مع هو المبنى موجود على الأرض قاعد ومبنى وانتهى لكن مش نفس المواصفات اللي طلبتها رئيس الوزراء وديوان رئيس الوزراء؟ احنا خلينا نرجع لورا شوية. أثناء التنفيذ يتم عملية إشراف عن طريق إدارة مشروعات سواء في وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو مكتب مشروعات بلدية. إذا لاحظ المهندس المشرف فيها الأعمال اللي تنفذ غير مطابقة للمواصفات الفنية من حقه يوقف العمل، ومن ثم تشكل لجنة احتمالات ينسحب حتى العمل من الشركة. طيب وهي قاعدة تنجز، هي بادية قاعدة تبني طبعا يعني. هي الشركة لما تنجز يكلف لها مهندس مشرف من إدارة المشروع، من أي إدارة مشروع سواء وزارة هيئة بلدية أي مصلحة أو أي قطاع. إذا رأى المهندس أن الشركة لم تنفذ طبق المواصفات الفنية والمعايير المعمول بها داخل الدولة الليبية، من حق المهندس يتقدم تقرير تشكل لجنة يسحب المشروع في أي لحظة، وإذا يتم حتى معاقبة الشركة بعدم إعطاها مشاريع في المستقبل. طيب ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بنغازي السيد خالد العبدلي النائب رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة الليبية. أهلا وسهلا بك سيد خالد في نهاية الأسبوع، وحضرتك معنا من بداية الحلقة، لكن أعتذر عن الإطالة لكن كان بعض النقاط بس هنا مفروض نحن نسلطوا علينا الضوء وبعدين بش نجيك بش نفضالك يعني. أستاذ خالد، بخصوص مشاريع الحكومة الليبية، لماذا لم يتم منح المشاريع بشكل دائم إلى شركات محددة؟ هيك يقول الشارع، الشارع يقول أن الحكومة تعطي في المشاريع لشركات محددة، شركة 1 2 3 4 ممكن 4 5 شركات، هن مسيطرات على سوق الأعمال وعلى الإنجازات وعلى الإنشاءات، وفي الآخر يقول أن الشركات هن معدودة ومعروفات ومعروف من أصحابهن. يعني هل في الكلام هذا ولا لا؟ تفضل سيد خالد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. نرحب بكم ونرحب بضيوفك الكرام. أهلا بك باشمهندس إبراهيم الدعباج.
الشركات اللي تم التعاقد معها سواء كان عن طريق مجلس الوزراء او عن طريق الهيئات او المؤسسات يتم التعاقد معها طبقا للنظم والتشريعات النافذه. اذا كان هنا شركات يعني مطابقه للمواصفات وللتشريعات اللي نضمن ان هي تاخذ العقود هذين يتم التعاقد معها، هذا بالدرجه الاولى. رقم اثنين، انت عارف ان الحكومه الليبيه المؤقت الحكومه الليبيه وشح مثلا مواردها تحتاج الى شركات قادره ممكن تتحمل حتى تنفيذ الاعمال بنسبه تقريبا 50%، ومن ثم يتم مطالبه هذه الاعمال اللي يقوم بها. لكن هناك يوجد شركات مثلا مبتدئه، نحن ما نمنعش في حد، او الحكومه الليبيه لا تمنع اي شركه مطابقه للتشريعات يعني يسمح لها القانون او التشريعات ان هي تدخل للمناقصه او للجان العطاءات، ما يمنعش ان هي تدخل، ولكن تم التركيز تقريبا على مجموعة من الشركات نظرا لأن هذه الشركات ذات إمكانيات ممكن إمكانيات تستطيع أن تنجز نسب كبيرة في المشاريع دون مثلا المطالبة بمستحقاتها ويتم تأجيلها بشكل ما. لكن ضروري أنه يتوضح أن لم يتم مثلا التركيز على شركات معينة دون شركات أخرى، أي شركة متاحة ويمكن أن تأخذ عمل كيفها كيف أي شركة مقيدة ضمن السجلات ليسمح بهذا الأعمال. طيب أكمل سيد خالد قبل نسألك سؤال آخر مهم. تفضل. نحن نود أن نوضح شيء معين توا، نحن في مدينة بنغازي أو في المناطق اللي خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية نجد دائما من يضع العصا في الدواليب. نحن الحكومة الليبية تقوم بأعمال وفي هذه الظروف في شح الموارد بالدرجة الأولى، في ممكن في حتى يعني تعمل في خط متوازي مع الجيش. نحن نتذكر في القريب الماضي هذا أن تم تحرير العديد من المناطق في مدن ليبية بفضل الجيش اللي نذكره بالخير في المساء. تقوم الحكومة الليبية بإيصال حتى الاحتياجات البسيطة للمواطن، هذا يحسب حتى للحكومة الليبية. الحكومة الليبية توفر في الاحتياجات للمواطن سواء كانت في وقود سواء كانت في سلع أساسية، وهي موجودة حتى بمشاريعها اللي هو موضوع حلقة اليوم، وكذلك موجودة بمشاريعها في جميع البلديات الخاضعة للحكومة الليبية، هي موجودة وتنجز حتى وكان نسب الإنجاز ضعيفة. الظروف نحن نعرفوهن وشاهدين عليهن وعارفين شن قاعد يصير. لو كانت بتوجه للجنوب نحن عارفين ظروف اللي قاعدة تغادي، توجه المناطق الغربية أو البلديات اللي كانت تابعة للحكومة الليبية، فاهمين نسب الإنجاز، فاهمين المشاكل حتى والمعوقات اللي قاعدين يتعرضوا لها. لكن بنفهم آلية منح المشاريع للشركات، يعني إذا كان أنا بنعطي شركة مشروع الآن شنو هي الآلية أنا نتوقف عليها باش نمنح الشركة هذه ونعطيها مشروع تمشي تنجزها؟ يعني أستاذ خالد تفضل. ينظمها القانون إذا كان رسمالها يسمح، وإذا كان السي في متاحها أو العمل اللي قائمة به يسمح بأن هي تقوم بهذه الأعمال، ما فيش مانع أن هي يتم إسناد هذه الأعمال إليها. المعيار هو ما تم تنفيذها من أعمال، كذلك رسمال الشركة، مصوغاتها القانونية. ما فيش حاجة تمنع أي شركة مطابقة للتشريعات وللنظم أن هي تأخذ مشروع، ما فيش محاباة أو هناك شركات معينة يأخذ من بس هكي بس لا بالعكس. بس الشارع يقول هكي في أربع خمس شركات هن اللي قاعدات واخذت السوق وهن اللي ديرن في المشاريع متاع الحكومة، بينما الشركات الأخرى مش قدرت يأخذن عطاء. فسر لي النقطة هذه قبل ما لأن أستاذ إبراهيم هو عنده تعليق يعني. فسر النقطة هذه استخدام كما أسلف الذكر البشمهندس إبراهيم هنا يتم طبعا تزكيتهم من عمداء البلديات، هذه رقم واحد يعني. رقم اثنين، الشركات القادرة هن اللي يدخلن في هذه المشاريع في جميع القادرة في جميع الاتجاهات، يعني سواء كانت قادرة برأس مال شركة، قادرة بتنفيذ هذه الأعمال، قادرة في إنجاز العمل في مدة زمنية معينة نظرا لإمكانياتها وقدرتها في تنفيذ هذه الأعمال. لأن نحن في مرحلة حساسة لا نسمح بتأثر هذه المشاريع أنه هو يتم تعطيلا. أصلا كيف ما أسلف المهندس إبراهيم أن في تعطيل حتى في تسهيل المبالغ المالية، فالشركات الغير قادرة يمكن أن تتعثر في إنجاز مهامها. ولكن نحن نزيد نكرر أن ليس محباة أو تكليف شركات معينة، الشركات القادرة كلهن يتقدمن للبلديات ويتم إحالتهن لمجلس رئاسة الوزراء أو عن طريق مكتب المشروعات والشؤون الفنية عن طريق تزكيتهن، واللي تقدم حسب الموجود ويكلفوه بهذه الأعمال. طيب خلينا نعود للأستاذ إبراهيم المرغني.
أستاذ إبراهيم، رأيك في هذه النقاط التي أثارها الأستاذ خالد، هل فعل المشاريع تسند إلى شركات دون أخرى؟ وهنا اللي موجودات تقريبا 3-4 شركات هذه اللي نسمع بينهن مستلمات مشاريع رئيس الوزراء وقعدات يعني واخذات كل شيء وما فيش اي حد يقدر يخش معاهن ولا حد يقدر يدير حاجه. تفضل. بالنسبه لجميع المشاريع اللي تم التعاقد عن طريق رئاسه الوزراء تتم الشركات تزكيتها عن طريق عميد البلديه، يوافينا عميد البلديه بكشف بالشركات من تم ملفات الشركات، تتم دراستها من الناحية المالية والفنية، من تم إحالتها إلى لجنة العطاءات. لأن مش من المنطقة الحين مثلا تبعت شركة من مغازي تشتغل لك في الكفرة ولا في جالو ولا في أوجلة. بعتلي بيقول لك أهالي الكفرة وجالو إحنا بشركاتنا وإحنا عندنا من يشتغل. فالطريق القصة هذه إحنا طلعنا منها بالكامل. جميع الشركات اللي اشتغلن في أبداها مثلا إجدابية، لما تعاقدنا في مشاريع إجدابية وافانا عميد البلدية بكشف بالشركات وقيمناهن ماليا فنيا حولنا لجنة العطاءات في جالو في الكفرة في تزربو في جميع المناطق. لكن يعني لم يعني يقتصر الشغل على شركة دون أخرى. طيب يعني خليني بس نمشي للسيد فريطيس. أستاذ فريطيس، الآن مع كل المشاريع المنجزة الآن وحضرتكم كمتابعة وتقييم أداء، ما تقييمكم من ضمن المتابعة متاعكم للمشاريع التي أنجزت والتي تعثرت للحكومة الليبية المؤقتة؟ هل لو تحدثنا عن نسبة إنجاز، ما نبيش إحصائيات عن كل وزارة، نحن حكينا فيه وحضرتك أعطيتنا بشكل وافي جدا سيد فريطيس، لكن نحتاج إلى نسبة الإنجاز. يعني خلينا نسمو نحن من النصف الأول من 2020، يعني خلاص نحن تعدينا فيه الآن، المشاريع التي تعاقدت عليها الحكومة الليبية أنجز ملي تعثر ملي ما تمش البدء فيه، تقييمكم نحتاج نعرفه بالضبط. تفضل سيد رضا. إذا كنت تسمعني سيد رضا فريطيس، ممكن انقطع الاتصال معه سيد فريطيس، قطع الاتصال مع السيد رضا فريطيس. عموما طبيعة الحال شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ خالد العبدلي. أستاذ خالد، لماذا يتم اتهام الحكومة الليبية أكثر من مرة بأنها تمنح مشاريع وتوافق عليها لشركات رغم أن القيمة عالية وقيمة باهظة، وكان هذا مأخذ الصراحة متداول أن قيمة المشروع كذا مبلغ الفلاني وعادي الحكومة الليبية عادي توافق عليه وتوقع عليه، هل في هذه أو ما فيش؟ لأن حسب ما في انتقادات من برا، أنا نجيب في مجموعة يعني مأخذ على 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 المشاريع ونحكي لك فيهن، يعني هي مش وجهة نظري ولا معلوماتي. يعني تفضل. فيما يخص القيم أو أسعار بنود أو إعداد المقايسات في المشاريع. ألو. نعم أستاذ خالد، في الاستماع إليك. هذه طبعا ينظمها في هناك ما يسمى بلائحة أسعار نمطية، هو فيه لائحة أسعار نمطية أو استرشادية تم إصدارها تقريبا في 2017، هي رقمها 507. هذه اللي تنظم في أو يعني تستخدم كاسترشادية في وضع الأسعار وفي وضع القيم للمشاريع. هذا أساس. الأساس هذا ممكن يتعامل معه كلجنة عطاءات، يعتبر هذا السعر استرشادي تقريبا حسب ما ينظم القانون أو لائحة العقود الإدارية اللي هي رقم 563 تقريبا، تقول بلاس ماينس اللي هي 20 أو 30، يعني أقل من 20% لا يتم ترسية العطاء، أكثر من 30% لا يتم ترسية العطاء. فالإجراء هذا إجراء قانوني وإجراء فني صحيح طبقا للائحة الأسعار النمطية اللي بناء عليها يتم ترسية المشاريع. نعم. يعني رأيكم في الأعمال، أنتم كهيئة إسكان ومرافق، في الأعمال التي تقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة، هل ترون أنها ساهمت بشكل كبير من إنجاز مجموعة من المشاريع التي كهيئة مرافق وأسكان تعتقد؟ أنا أتحدث عن هذا الاختصاص بالذات، يعني كمرافق وأسكان، هل قدمت الحكومة الليبية أي مشاريع تهتم بالمرافق والأسكان، مشاريع متعثرة حتى من قبل 2011
مشاريع أخرى ربما قالت الحكومة أنها ستبدأ فيها، هو ملف النازحين احنا هنخش فيه يعني ما عندناش وين هربين منه، وأن الحكومة الليبية حتقوم بإنشاء عمارات أخرى ووحدات سكنية للناس اللي انزحت من منازلها، الناس اللي ما حصلت صيانة، مع أن في لجنة تقييم كانت لكل الأضرار اللي موجودة. يعني أنتم كأسكان ومرافق، ما الذي قدمته لكم الحكومة الليبية؟ تفضل. تشعبت السؤال شوية أكثر من محور. هو هو في باش نسهل لك بس يعني هو شو اللي قدمته لكم كملف إسكان ومرافق هذا شيء، الشيء الآخر ملف النازحين، ملفين هو بس يعني بطل. الحكومة الليبية أسندت أكثر كما أسلف الذكر الأستاذ رضا فريطيس أكثر من 155 مشروع في جميع البلديات الخاضعة تاع سيطرة الحكومة الليبية. 597 مليون يعني. أيوة تمام. هذه أسندت للهيئة العامة للإسكان، جاري العمل فيهن وفيهن مشاريع متعثرة وجاري تذليل هذه الشعاب لهذه الشركات. المشاريع أو الأعمال التي قامت بها الحكومة سواء كانت عن طريق الهيئة العامة للإسكان أو عن طريق بلدية بنغازي، مشاريع واضحة للعيان، مشاريع لمسن المواطن بشكل مباشر، مشاريع طرق، مشاريع صرف صحي، مشاريع مياه، مشاريع خاصة بالداخلية إنشاء المراكز، مشاريع هذين مشاريع كلها قامت بها الحكومة الليبية. ما أسند إلا الهيئة العامة للإسكان اللي هو سالف الذكر اللي هو 155 مشروع، وتم إعداد خطط للهيئة العامة للإسكان لإدراج أو إعداد كشوفات في المختنقات في جميع البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، وجاري العمل على إيصالها أو إحالتها للحكومة الليبية. المشاريع كما تم التعليق عليهن هن المشاريع عن طريق تم تسليما الى او احاله الى لجنه الاستقرار. انت عارف ان المناطق المتضرره اللي هن بشكل مبدئي نقولوا مثلا مدينه بنغازي وكذلك مدينه درنا، تم تكليف لجنه عن طريق السيد فخامه رئيس مجلس النواب، وهي لجنه الاستقرار مدينه بنغازي ولجنه الاستقرار تقريبا لمدينه درنا. بناء على هذه اللجان تم يعني وضع وإنجاز مشاريع ظاهرة للعيان، من فتح مسارات، من صرف صحي، من مياه، من طرق، من جميع يعني نحن الغرض الاستقرار في مدينة بنغازي. هذا ما قامت بها الحكومة الليبية سواء كانت بمساندة وبمعرفة الهيئة العامة للإسكان وبالتنسيق مع البلدية مثل بلدية بنغازي أو بلدية درنا. فيه موضوع ضروري ننوه عليه ان المشاريع في سنه 2018 وفي 2019 نحن نعتبر فيه يعني حتى المواطن في مدينه بنغازي او في المدن الخاضعه للحكومه ان صارت فيه نهضه سريعه وانجاز بشكل عاجل وطبقا للبرنامج الزمني الموضع له. طبعا هذا يترتب على موضوع الميزانيه كما ذكر المهندس ابراهيم. المشاكل وتعثر المشاريع يرجع كلها للميزانية التي لم يتم تسييلها نظرا لمشاكل في حلول جذرية في مشكلة السيولة لدى مصرف ليبيا المركزي. ولكن هذا كله نحن ضروري نوضحه للمواطن، المواطن أن في مدينة بنغازي لاحظ ما قامت به من إنجازات واضحة للعيان، من مستشفيات، من مدارس، من فتح مسارات طرق، بينما ونحن ندير مقارنة بسيطة ما بيننا حكومة ليبية وما بين الحكومة الغير شرعية اللي هي حكومة طرابلس، يعني عاجزة حتى في ملف القمامة. نحن نعرفه وعايشين في ليبيا وممكن عندنا اتصالات حتى مع أخوتنا في حتى بالقرابة، يعني خلينا نحكي بشكل عامي، طرابلس غارقة في القمامة، طرابلس تصل انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة. نحن في مناطق الخاضعة للحكومة الليبية بفضل الله أولا وكذلك بفضل الجيش البطل، نحن ناعمين الحمد لله. هو مدينة بنغازي لا يوجد فيها قمامة، مدينة بنغازي ممكن عندنا إطفاءات بسيطة في الكهرباء، هذا كله على شح الموارد وشح الإيرادات لهذه الحكومة. ولكن الفرق واضح للمواطن، يعني نحن نتمنى من المواطن الليبي
وخاصة في مدينة بنغازي لا يستمع إلى هذه الإشاعات، الإشاعات اللي تقول أن والله الحكومة تقوم بصرف المليارات في حسابات معينة أو عن طريق الإجراءات الغير صحيحة كما ذكر المهندس إبراهيم. لا المشاريع اللي عندنا ممكن ما صرفش عليهم بنسبة 10%. هذه نقطة مهمة جدا، هذه نقطة مهمة جدا أستاذ خالد، خليك معايا، خلينا نرجع لأستاذ إبراهيم مرغني. أستاذ إبراهيم، ملف لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي كان هذا هو الاسم الصح متاعها يعني، والمبلغ 900 مليون اللي رصد له 900 مليون وشوية، البعض يقول وين نصرفهم، وين الفلوس هذين، وين 900 مليون؟ سؤال يسأل فيه الناس يعني. هي لجنة استقرار بنغازي خاصة بمدينة بنغازي، ونفس مشكلة المشاريع اللي تتنفذ من لجنة استقرار بنغازي نفس المشاكل اللي يعني عانوا فيه جميع الوزارات والقطاعات، عدم صرف المستحقات المالية للشركات. نعم، مشكلة واحدة. طيب يعني بقى عدم استقرار بنغازي، الوزارات، مشروعات البلديات، مشروعات رئاسة الوزراء، الهيئات، نفس جميع المشاكل. مشكلة واحدة في عدم صرف المستحقات المالية. يعني هن حتى وكان في مشاريع أنجزت للجنة إعادة الاستقرار أن هن المبلغ رصد لكن ما صرفش منها ربع جنيه. نجو حتى الميزانية بتاع 2020 في الدولة الليبية رصدت في شهر واحد وقرها البرلمان، هذه مرة أول مرة في تاريخ ليبيا، لكن لحد الآن لم يصرف ولا من. طيب الآن يعني نعلم أن الحكومة عدة مشاريع في مختلف البلديات وأنجزت جزء كبير منها يعني، وعملية الإشراف على تلك المشاريع وآلية التواصل مع لجان أو فروع الإدارة وتقديم التقارير لنسب التنفيذ والإنجاز فضلا عن المعوقات ربما التي تواجه عملية التنفيذ، كيفية التواصل، وهل تصلكم التقارير بشكل دوري عن كل البلديات التابعة للحكومة الليبية وعن المشاريع التي تقام فيها؟ تفضل. بالنسبة لمشاريع اللي تنفذ فيها الحكومة الليبية اللي تبع إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالديوان، المناطق القريبة للديوان يتم الإشراف عليها عن طريق مهندسين تبع الإدارة. المشاريع البلديات البعيدة يتم الإشراف عليها عن طريق مكتب مشروعات البلدية، ويتم التواصل يعني شبه المستمر شبه اليومي بجميع مكاتب المشروعات. نعم. في حالة الإشراف عن طريق مكتب المشروعات ويتم متابعتها من مهندسي إدارة الشؤون الفنية، في حالة الشركة تقدم في مستخلص لمكتب المشروعات يتم تكليف مهندس من إدارة المشروعات والشؤون الفنية برئاسة الوزراء لخروج للمشروع ومتابعة معينته على الطبيعة، ومن ثم يحال المستخلص إلى الإدارة المالية عندنا. نعم. بعد الانتهاء من عملية تنفيذ المشروع تشكل لجنة من إدارة الشؤون الفنية المشروعات بعضوية المهندس المشرف في البلدية لاستلام المبنى من الشركة، ومن ثم إحالة مستحقاتها المالية للإدارة المالية بعد المراجعة واستلام المبنى. طيب خلينا بس نمشوا لاستطلاع رأي هو كان في مجموعة مود الليبية يعني، والاستطلاع هذا عن المشروعات التي قامت به الحكومة الليبية ونسب الإنجاز وجودة حتى هذه المشروعات التي قامت بهن، رأي الشارع طبعا، خلونا نشوفوه مشاهدينا وبعدين نرجع إلى ما تبقى من نهاية الأسبوع، ابقوا معنا. أول شيء نحن المشاريع في الأول قلنا بتوفين بداية جيدة، بعدين تعطلا، تعد كل مرة شارع يتعطل، خاصة شارع ثلاثة وأنا ساكن فيه وهذا المحل متاعي، الهم مقارب قريب سنة، يعني ما أعتقد سنة أو أقل من سنة بشوية هو نفس الحال، خرطوه وسيبوه، بعد نظني قبلها بشهرين توه دوب بدين غادي، شفت الخدمة اللي غادي خدمة نقنا بالهون من الآخر يعني. وين المسؤولين اللي هيط يقولوا احنا درنا ودرنا 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 ما في شيء دروا، او هي نقطه ثانيه دروا، انا خاي الان ظني 5 شهور ولا 7 شهور يعني فيها توبش دروها، وهاب عليك رصف وهاب عليك، شنو بنقول لك، البنيه التحتيه ما فيه، مجاري ما فيه، شوارع طالع عليه الميه، شنو فيها، ما فيها شيء، والله شنو نقول لك، هي من الواحد بشي قديني منصف في خدمات يعني مش خدمات يعني، بعما نجينا نشوف البلدية أو الحكومة بصفة عامة دايرة شغل كويس في مدينة بنغازي، ولكن مثلا على الأرصفة على الحدائق
نفرح ونزعل في نفس الوقت، عرفت؟ نقول يعني بدل ما الفلوس اللي يحطوا فيه يعني في الحدائق وفي كذا، كان من باب الاولى ينحطها مثلا في ازاله الركام، في خدمه البنيه التحتيه للمنطقه، تعويض الناس، فهمت؟ فهذه واحده من الحاجات اللي تقدر تقول يعني وازعه خاطر كل شخص نزح في فتره الحرب وحوش الضرر، عرفت؟ والله شو بنقول لك، لا اله الا الله، يعني هو اللي تقدر تقول معظم الانجاز الحمد لله كويس باهي، يعني نعتبره حتى نحن كمواطنين مشاركين في بعض الاشياء باهي، لكن نتمنى الركام هذا بالذات يعني حتى يعني مع منظر غير لائق يعني، ونحن عارفين الظروف، لكن حاجه واثنين يعني الحكومه نتمنى انهم يهتموا بهم، خصوصا كيف الصرف الصحي هذه يعني، وفيها اطفال وفيها امراء يعني روائح يعني، هذه اهم حاجات عندنا بالنسبه للجنينات، والحمد لله باهي. ونرجو برضو من المواطن أن يساعد يساهم في النظافة يعني حتى المنظر العام يكون لائق يعني، ونتمنى لبلادنا الخير والتقدم والرخاء، وإن شاء الله النصر من النصر بإذن الله، وأنتم طيبين إن شاء الله، إن شاء الله كل سنة طيبين، بارك الله فيكم. والله التو المشاريع ما شاء الله يعني، كما مشاريع من الحكومة الليبية وسيادة رئيس الوزراء عبد الله ثني، في دعم للبلدية طبرق من عميد بلدية الله يطول في عمره فرج بخطبية، ومشاريع الطريق اللي باب دارنا، ومشاريع الكورنيش والجزيرة، الحق يعني انهم يعني مش مقصرين، وفي حتى الامكانيات راي قليلة الامكانيات، وهذا كله والله جارة وعلى مش مقصرة، والله ما مقصرين ما شاء الله تبارك الله. الانزازات اللي عملون في مدينة طبرق من كورنيش والمصيف في كورنيش منفس للعالم كله، وان شاء الله ان شاء الله الحكومه تعاون مع المواطنين، ونبوا من المواطنين تعاون مع الحكومه ويحافظوا على مدينتهم ويقعدوا يد واحده ان شاء الله، ويحافظوا على ارواحهم من الكورونا، وان شاء الله ليبيا من احسن لاحسن ان شاء الله، ان شاء الله متقدم تقدم ان شاء الله، مع القوات المسلحه مع الجيش الليبي بقياده المشير خليفه بن قاسم حفتر ان شاء الله ان شاء الله. والله ان شاء الله في تطور، تو في النادي بتاع الصقور هذا دايرين فيه مشروع تجاري كبير، وفي مشاريع ان شاء الله، وفي تقدم وان شاء الله من احسن الاحسن، نتمنى الواحد ايش يبدي يعني للبلاد، مبودنا الا تكون من احسن الاحسن، وان شاء الله الحياه تكون تمام وتستمر وتبقى 100 100 وامورنا طيبه، وان شاء الله ربك يفكنا من هالبلاء هذا الوباء الكورونا هذاي، والبلاد ان شاء الله في تحسن. ما شاء الله كيما تشوفوا قدامكم انجازات كويسه ومبادره كويسه دارينها للعمل لنطاق مدينه طبرق، وان شاء الله من تقدم لتقدم ومن ازدهار ازدهار لهذه المدينه، وهذه المدينه تستاهل كل خير. هذه الجزيره جزيره البستر والكورنيش انجازات والله ان شاء الله كويسه والحمد لله. للاسف الشديد الدوله بقيامها بالمشاريع اللي احنا فيها الان، المفروض تكون هذه الدوله في ظروف استثنائيه، في حكومه ازمه تبي تواجه الاختراقات، تبي تواجه تحافظ على المال العام، تحافظ على حقوق المواطنين، تراقب التقييم العادل، القضاء، متابعة السجون، وعدم تفعيل القوانين الخاصة بملكية الدولة الأرض. يعني غياب القوانين وغياب الدستور أدى بأن الدولة الموجودة الآن هي دولة ليست على مستوى الأزمة التي تمر بها البلاد. والله إيش نقولك، يعني رأينا في المشاريع وجهة نظرنا اختلفت تماما عن الواقع، يعني كنا نحن ما نش متوقعين ان تطرح مشاريع في الظروف الاستثنائية اللي تمر بها ليبيا، باعتبار ان عدم وجود سيادة الدولة وسيادة القانون اللي يمنح مشاريع تسيطر علينا الدولة وتطبقهن بمشاريع صح وبتنفيذ وبطرق صحيحة، وشركات في نفس الوقت صحيحة تنفذ مشاريع لها استجابة، يعني الناس تلقى فعلا مشروع انطرح وطبق بصورة فعلية، لكن اللي شفناه العكس، ان المشاريع اصبحت تتنفذ جزء منها يتنفذ بطريقة ما نقدرش نقوله غير صحيحة بالكامل، ولكن فيها قصور وفيها عيوب واجد. إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم استطلاع الرأي لمختلف البلديات والمناطق للناس، والناس أعطت رأيها طبعا في المشاريع، منهم من قال ان الوضع كويس، البعض الآخر ما شكرش الوضع. رأيك في الاستطلاع أستاذ إبراهيم واللي قالوه الناس؟ يعني هي مشكلة تنفيذ المشاريع وعدم السرعة في تنفيذهم، هي يعني هي شركة تشتغل شوية مثلا شارع بدأت تشتغل فيه، خلينا مش الناس تفهم، ودخلت الشارع حضاي وقالوا خلاص وسكروا، وبعدين قشرت القطران الأولي اللي هو المتهالك وبتبدأ فيه، بدأت شوية بعدين وقفت، دارت شوية وبعدين يجد 6 7 8 شهور،
وبعدين ترجع تكمل جزء منه وهكذا. الناس تسأل يقول لك شو وين الخلل وين المشكلة؟ ما يقول لك أنا كان خليت لي الشارع متهالك نفس ما هو الأول، خير ما جيت أنت نجرت القطران كله ودرت جزء وبعدين هني وخليت لي الفتشات فوق قعدات وقعدات ظهرات كسر لي سيارة، كان خليتها كيف ما هو قبل. هذه الناس تحكي هيك، نحن فاهمين الظروف اللي أنت تحكي عليها، لكن الناس هي الشركة لما يتم التوقيع العقد معها تكون في البداية مندفع اندفاع جيد وتشتغل وماشية أمورها تحت إشراف مهندسين من البلدية أو من أي قطاع أو في الوزارة من وزارات. طيب بعدها تحبط الشركة، الشركة لما تقدم مستحقاتها المالية، وانت عارف الشركات في الجزء الأول من المشروع مش المشروع كله يعني، حتى هو من البداية كان ما فيش مصداقية في دفع المستحقات حيوقف، وانت عارف الشركات كلهن مقاولين، عنده عمال عنده آلات يبي مواد باش يشتغل. أنا متأكد أن معظم الشركات يشتغلوا ويشترون المحلات بالآجل. لما هو يقدم مستخلص في الشهر الأول ما عطتلاش في الشهر الثاني حيوقف، يقول لك نسبة خسارتي بسيطة خير ما تكون نسبة خسارتي أعلى. يعني هم يقدروا فيها بالشكل هذا. نعم. المقاول كأنه تاجر. طيب ينضم إلي عبر الهاتف من 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 جدابية السيد مبارك المنفي رئيس المجلس التسييري لبلدية جدابية، أهلا وسهلا بك. سيد مبارك، في نهاية الأسبوع من ليبيا الحدث، نبي نفهم شن هن المشاريع المنجزة والمتعثرة التي قالت عنين الحكومة الليبية في جدابية، نبي نفهم بشكل موسع يعني. تفضل سيد مبارك. نحييك ونحيي ضيفك الكريم إبراهيم دعبش والسادة المشاهدين لقناة الحدث. أهلا بك. أولا طبعا مشاريع جدابية طبعا احنا استلامنا في بداية في شهر 6/2019، ومن البداية تم تخصيص 100 مليون لبلدية جدابية عن طريق رئاسة الوزراء، ومن ثم طبعا احنا قدمنا المشاريع المهمة اللي هو ثلاث أو أربع ملفات مهمة اللي هو المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق بصفة عامة ودعم مستشفى الشهيد محمد القريف. هذين هن الملفات اللي بدينا فيهم. طبعا كيف ما قال المهندس إبراهيم، في البداية جميع الشركات كان لهم طاقة ولهم قدرة وبدوا في العمل صراحة، وكان اتفاقنا مع رئاسة الوزراء مجرد ما يوصلوا لنسبة معينة أن يقسموا إجراءاتهم ويأخذوا يعني مستخلصاتهم وكذا. لكن الموضوع هذا طبعا تعارف عدم دعم الحكومة اللي هو طبعا الميزانية اللي تم تخصيصها للحكومة طبعا ما تحصلتش عليها، تم عائق بصراحة وأصبحت هذا مشكلة في جدابية بصراحة. أنت عارف بين المواطن بين المقاول، المواطن دائما ينضرب بخدمة المدينة، ما يعني ما يهمش من هذا الشركة خلصت ما أخذت مستحقاتها وما أخذتش. طبعا فعلا هذا نمع المواطن في هذا، لكن الحمد لله احنا كبلدية جدابية تواصلنا مع الوزارة، واحنا كبلدية جدابية خلال أسبوع هذا غطينا جميع مستحقات الشركات بإذن الله بعد العيد يستأفن باقي المشاريع إن شاء الله. طيب الآن نعم. طيب الآن المشاريع اللي اندارت في جدابية، ويعني المنجز يعني لو كان تحدثنا عن أنجز يعني وقعد يعني ممكن تفهم كلمة المنجز اللي هو منتهي منه يعني، لكن اللي في بداية تنفيذها وما زالت ما كملتش، هل في معوقات فعلا قاعدة واقفة أن المشاريع هذه ما عادش تكمل؟ ان في اسباب اخرى، نبي نفهم اسباب هذه المعوقات، وانتم كبلديه هل في سبل لحل هذه المشاكل؟ تقديم كم مقترح يا سيدي للمشروعات، وقول والله نحن عندنا فكره نقدر نديروها. يعني البلديه ممكن تتعاون هي مع الحكومه وتقول نحن المشاريع متوقفه وفي مشاكل وكذا، نحن عندنا افكار نقدر نحن نسرع وتيره العمل وفي نفس الوقت نختصر على الحكومه كل هذا المشوار. يعني هل 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 بلديتكم تخدم بهذا المنظور؟ كيف شكل الخدمه بتاعكم يعني؟ طبعا تعرف دائما العوائق والمشاكل هنا مشاكل ماليه للشركات طبيعي، هذه كل المشاكل. احنا على سبيل المثال اللي هو عندنا مشاريع الكهرباء بصفه عامه اللي هو الاناره بداخل جدابية الاربعه تم انجازها بنسبه 100%. عندنا اللي هو المياه والصرف الصحي الحمد لله يعني اللي هو الصرف الصحي عده خطوط تم تغييرها في بلدية جدابية. بالنسبه للطرق بنسبه الانجاز كاجمالي بنسبه 50%. تم توريد المستشفى الشهيد محمد القريف ما يطلب المستشفى بقيمه حوالي 6.5 مليون، والمركز السكر بقيمة 3.5 مليون، هذين كلهم تم توريدهم وموجودات لهي. وإحنا وصلنا لحل مع الحكومة من أجل حل
مشكلة المقاولين باش تنحل مشكلة المشاريع. طبعا انت عارف تو في شهر 8 ومقبلين عليه فصل الشتاء وما نبوش احنا يكون الشتاء كيف الشتاء اللي هلا بدي جدابية. لكن الحمد لله ممكن تو يصرح لك المهندس ابراهيم احنا توصلنا مع الحكومة الحل ونحل جميع مشاكل مشاريع جدابية وجميع الشركات تستلم مستخلصات بالنسبة لبلدية جدابية ان شاء الله. طيب طيب خليك معايا سيد المنفي مبارك، خلينا نشوف استطلاع، عندنا استطلاع رأي في مدينة جدابية للناس والمواطنين عن نسب الإنجاز والمشاريع اللي قامت به الحكومة في جدابية. خلينا نشوف رأي الناس، يعني هي شن تقول. هو عميد البلدية أو رئيس المجلس التسييري قال شيء وحكاه بشكل مفصل وحكاه عن الظروف، لكن خلينا نشوف الناس يلا برضه بعدين درجة. أول شيء نحن المشاريع في الأول قلنا بدو فيهم بداية جيدة، بعدين تعطلا تعد كل مرة شارع يتعطل، خاصة شارع ثلاثة وأنا ساكن فيه وهذا المحل متاعي الهم غارب قريب سنة، يعني ما أعتقد سنة أو أقل من سنة بشوية، هو نفس الحال خرطوه وسيبوه. بعد انظني قبلها بشهرين توا دوب مبدين غادي، شفت الخدمة اللي غادي خدمة قنا بالهون من الآخر، يعني وين المسؤولين اللي هيط يقولوا احنا درنا ودرنا 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 ما في شيء دروا أو نية نقطة تانية دروا. أنا كاي الهم ظني خمسة شهور ولا سبعة شهور يعني فيها تو بيجدروها، وهاب عليك رصف وهاب عليك شن بنقول لك. البنية التحتية ما فيه، مجاري ما فيه، شوارع طالع عليه المية شن فيها، ما فيها شيء. سيد مبارك، سمعت رأي الناس أهل جدابية ولا لا؟ شارع طبعا شارع ثلاثة تعرف هذا الشارع حي وشارع مهم. مجرد ما سلمنا العمل للمقاولين، المقاولين اللي بدوك تكشيه اللي هو بالعامية تكشير شارع ثلاثة فعلا، والكان المقاول المفروض يرجع أن يستنى في تقديم اللي هو المبالغ والمخصصات، وتأخير سبب المشكلة في شارع ثلاثة اللي هو تأخير المخصصات أو المبالغ للشركات هاي. وبإذن الله بالنسبة لجميع شوارع جدابة اللي مستهدفة للرصف بعد العيد إن شاء الله بإذن الله بديت جميع الشركات إن شاء الله خلال 30 يوم يكون بإذن الله جميع مشاريع يعني شارع انتلات شارع انتلات وز شارع انتلات هو يعني في خلال 30 يوم من بعد العيد اللي هو العيد مفروض يكون يوم 30 بالكثير 30 يعني شهر، يعني من خلال شهر من بعد الحلقة هذا هي ممكن حيكون أكثر من شهر، خلينا نحسبوها نحن يعني هي تقريبا حيكون حاجة 40 يوم من الآن، يعني حنشوفوا شارع انتلات قطران وانتهت قصة المشاريع والصيانة. أتمنى ممكن بعد 40 يوم الاتصال بنا وحتشوفوا بروح كم شارع انتلات إن شاء الله. لا أنت لما لو كان المشروع انتهى وجهنا دعوة حنجو، أنا واحد من الناس حنكون أول حاضرين يعني إن شاء الله. أتمنى لكم توفيق بطبيعة الحال سيد مبارك المنفي وكل التسليط الضوء على خدمة البلديات ومحاولة المواءمة بين 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 إدارة المشاريع وفي رئاسة الوزراء مع البلديات في الحكومة الليبية، وأن الحكومة تقوم بعملها، لكن التعطيل هو موجود، لكن لما تسأل ما فيش حد عارف منين المشكلة، لكن نحن نحاول نوضحه ونحط يدنا على الجرح يعني بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك سيد مبارك المنفي رئيس المجلس التسييري لبلدية جدابية، شكرا أيضا لرحابة صدرك. أعود إليك أستاذ إبراهيم المرغني. الآن الجهة التي تتابع وتقيم مدى تنفيذ المشاريع بالوزارات والمؤسسات هي المتابعة وتقييم الأداء. طيب هل في تقارير واردة إليكم أنتم كإدارة يعني من هذه الإدارة حول نسب الإنجاز؟ ونبي نفهم أنا 2020 شن درتوا فيها بالضبط، يعني نحن تقريبا لنا فيها 6 شهور مشان شو اللي أنجزتها الحكومة الليبية في مختلف البلديات، ونحكي على نسب الإنجاز في البداية بس هذا المهم توي. بالنسبة لطريقة متابعة المشاريع لتبعات الوزارة، لكل وزارة لها مكتب متابعة خاص به كويس، هو اللي يتابع في مشاريعها، هو اللي يقيف المشاريع متاعها سواء وزارات هيئات مؤسسات بالكامل. حسب ما المعلومات اللي عندي إن إدارة المتابعة في رئاسة الوزراء تجمع البيانات من إدارات من المتابعات متاع الوزارات. لأن الإدارة المتابعة ما تتابعش في مشاريع الوزارات، ليش؟ لأن فيه إدارة متابعة بكل وزارة. طيب أنا عندي ملف مهم جدا، أو يمكن الوقت حتى مش حيسعفنا عشان نحن نسلطه على الضوء، لكن أقل شيء أفضل من نحن نهملوه، هو ملف المياه،
ملف المياه. يعني نحن نعرف ان يعني بلديات واجد ومناطق تعاني من مشكله مياه الشرب، على سبيل المثال طبرق والساحل وغرب بنغازي وعدد من المناطق. يعني في بعض من الحكومه الليبيه صراحه ابدت استعدادها انها تعمل على حلول تجهيز محطات كانت موجوده من قبل، تايتها من جديد، صيانتها، جابت قطع غيار، ومن محطة تحلية في طبرق اللي تعهدت الحكومة الليبية أكثر من مرة أنها هي حتكون عند حسن ظن أهل طبرق وأنها حتحل لهم المشكلة. وكان موجود معايا في حلقة سابقة، حلقات سابقة يعني، عضو مجلس نواب السيد صالحين عبد النبي، وكان على تواصل مستمر في هذا الملف. ونحن يهمنا بشكل واضح أن طبرق مدينة ليبية وموجودة وعندها مشكلة، تعاني مشكلة المياه. يعني وين وصلت الحكومة الليبية في مشاريع تغذية هذه المدن بالمياه؟ المدن اللي عندها مشكلة في تغذية المياه، يعني تختفي فترة ومياه تمشي عندها كويس، وبعدين نرجع لنفس النكسة أخرى من جديد ونبدو نعود في نفس الملف ونلت ونعجنه. يعني احنا للأسف الشديد هي مشكلة المياه مش في بلدية طبرق فقط، هي مثال يعني كمثال. بالنسبة لبلديات الجنوب والواحات، قامت رئاسة الوزراء بحفر عدة آبار وتوصيل عدة خطوط على سبيل المثال في الكفرة، في جالو، في أوجلة، قمنا بعدة مشاريع توصيل مياه. المنطقة الوسطى هذه اللي بنغازي، هناك في دراسة لتوصيل خط مياه من خزان عمر المختار المجزحة بنينة، وفي دراسة من منطقة المجزحة لبيار المرج، وإن شاء الله في عقد هو موقع مسبق وتم تعديل بعض الدراسات والأسعار، اللي هو خط المياه بنينة مرورا من طريق المعروفة بطريق بوهادي لطريق الساحل. الخط هذا يغذي يتفرع منه التغذية البنغازي، التغذية للكويفية، سيدي خليفة، دريانة، الحمدة، برسس، لعند العقورية. إن شاء الله تعالى الموضوع هذا تحت الدراسة، والأيام الجاية حتتم التعاقد عليه وتنفيذه. هذه مشكلة. فيه اليومين اللي فات صدر قرار من رئاسة الوزراء برئاسة مدير إدارة الشؤون الفنية اللي هو أنا، بعضوية جميع مدراء المحطات التحلية المياه بالمنطقة الشرقية، عضو مدير محطة تنقية المياه تخدم طبرق وبنغازي، محطات تنقية المياه، على اساس يوفونا شنو النواقص اللي عندهم من معدات، من آلات، من شنو يبوا من صيانة، وان شاء الله حتقدم لرئاسة الوزراء في اليومين الجايات على اساس يتم استجلاب هذه الآلات والمعدات ويتم صيانتها في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. طيب، ينضم لنا عبر الهاتف من تازربو السيد إبراهيم جويلي، رئيس المجلس التسييري لبلدية تازربو. أهلا وسهلا بك سيد جويلي في نهاية الأسبوع. نحتاج إلى معرفة المشاريع المنجزة والمتعثرة من الحكومة الليبية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام. قروش المتعثرة لصقها في الحكومة الليبية، هي خلينا نحن بشوية، يعني هي المشاريع المتعثرة والمنجزة من الحكومة الليبية، هيك أفضل تهيالي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وصحبه أجمعين. بداية عندكم بحلول عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، ودام الله عيد الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بخير إن شاء الله. أيضا نتمنى النصر للجيش العربي الليبي وفق ربنا في الحرب ولغاة المارقين. بداية تزرفوا الحقيقة وقفة أعمال الحكومة الليبية المؤقتة وقوف منقطع النظير. لأول مرة بداية تزرفوا تحصل عقود بقيمة كبيرة بحوالي يقدر ب 10 مليون دينار ليبي. هذه المشاريع وزعناها كمجلس بلدي او كمجلس تسييري، وزعنا 11 مشروع داخل البلديه. الحقيقه في بعض المشاريع اللي استكمال، في بعض المشاريع اللي هي انشاء جديد. تسمح لي يا اخوي؟ نعم 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 نعم، في الاستماع لك سيد جويلي. كويس. المشاريع هذه قسمناها تقريبا 11 مشروع، في بعض المشاريع جديده وفي بعض المشاريع استكمال. طيب، طبيعه هذه المشاريع 11 مشروع طبيعتهم؟ نعم. طبيعة هذه المشاريع ان 11 مشروع طبيعتهن؟ المشاريع كلها مقرات إدارية،
جلة بالكامل مغارات دارية. نظرنا أسكنات في عجالة عندنا شأن مبنى لأحوال المبنية للسجل المدني. أعطيني المنجز منهن، أعطيني المنجز منهن الآن، وما الذي تعثر؟ أعطيني المنجز من هذه المشاريع، ما الذي أنجز؟ كله منجز؟ 11 مشروع أنجزت يعني؟ أنجزت 10 و11 الحاجة 10 هو اللي سوى حاليا. يعني اسمنا بشكل واضح أنها مشاريع منتهية. مشاريع منتهية 10 مشاريع هذه. ما شاء الله. في الوزراء بالوقت المرافق لها في الوزراء ما في ثلاثة في 2020 وتم الثامن وهو اللي افتتح بعض الوزراء ما تم 19 مقرات. في مجال زيارة رئيس الوزراء في زيارة بلدية تزربو اللي هي في 3/3 في 2020. نعم. طيب 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 هي هل مع كل هذه المشاريع هل في معوقات عندكم؟ مشاريع انجز جزء منها انجز واصبحت يعني سميت مشاريع متعثره، يعني هل في مشاكل في استكمال المشاريع؟ هل في عدم تعاون من اداره المشاريع في رأس الوزراء؟ يعني اعطيني اذا كان في عوائق او كذا نحب نحن نفهمه شو اللي قاعد يصير بالضبط. تفضل. الحقيقه الشركات كلها فعاله وجيده جدا والا انجزت العمل. الشركه هذا تبع مشاريع وهذه الشركه اسمها الشركه الملكيه الليبيه وسبع شركات سلمتهم الحمد لله حتى رياض تضرب ثلاثه ثلاثه. رغم ان فتره المشاريع كانت في فتره اربع شهور الحقيقه فتره ضيقه ولكن الشركه الحقيقه كانت في المستوى في يوم ثلاثه ثلاثه استفادت من سبع المشاريع هذه بالكامل استكملت. نعم شكرا. شركه نعم. اخرى اخذت مبنيين وهذه الشركه ايضا استثمرت واحد هو نرايد حفظ الله الكريم والآن في سرد تسليم المبنى الآخر اللي هو مستقبل مجلس البلدي اللي هو مشروع التوافق. الشركة الثالثة هي خطوط الصحراء وهذه الشركة مستلمة مبنى إداري وأيضا سلمتها لنا في فترة الزمن المحددة الآن. يعني الحمد لله مشاريعنا بالكامل استلمت ما عدا مشروع واحد اللي هو الآن 90% اللي هو المجمع الإداري مشروع التوافق. الحقيقة اللي بنقول أن أمتى حينتهي المجمع الإداري؟ أمتى حينتهي؟ هل في تاريخ؟ في تاريخ ينتهي في مشروع المجمع الإداري؟ المجمع الإداري؟ في شهر 8 أنا أتوقع أن يسموه في شهر 8 توقعوا ولا هو منصوص عليه في بنود العقد؟ لا هو منصوص عليه في شهر 8 يكون الاستلام يعني. نعم حسب الاتفاق معهم وحسب العقد شهر 8 إن شاء الله يتم الاستلام. أتمنى لكم التوفيق بطبيعة الحال سيد إبراهيم الجويلي رئيس المجلس التسييري بلدية تزربو، شكرا جزيلا لك. وإن شاء الله نتابعوكم بعد ما يكتمل آخر المشروع من ضمن 11 مشروع. إذا كان لديك تعليق قبل أن أنتقل للأستاذ خالد العبد اللي عندي سؤال مهم جدا، تفضل سيد إبراهيم. بالنسبة لبلدية تزربو كيف ما قال الأستاذ إبراهيم فيها نوعين من التعاقد، فيها عقود سابقة تم التعاقد عليها عن طريق البلدية وتم تسديد مستحقاتها عن طريق رئاسة الوزراء ما بقيمة 10 مليون، وهناك ما يقارب 8 مشاريع تم التعاقد عليها عن طريق رئاسة الوزراء بقيمة 7,100,000 ومعظمها كلها منتهية إلا مشروع واحد اللي هو مشروع المقر الإداري بقيمة حوالي 1,000,000 دينار وإن شاء الله في الأيام الجاية يعني حيتم استكماله. قيمة الإجمالي المبالغ اللي المشاريع اللي في بلدية تزربو ما يقارب حوالي 18 مليون، وكلها منفذة وكلها منتهية يعني تم الفترات السابقة قام رئيس الوزراء باستفتاحها بالكامل يعني ما يقارب 8 مشاريع. طيب نحن نعرف أن الظروف اللي قاعدة تمر بين الحكومة الليبية مش الحكومة بس ليبيا يعني كلها ربما حالت أغلب المشاريع إلى توقف الإنجاز، هي مشكلة مادية، قصة التمويل لهذه المشاريع، قصة الموارد، يعني تنفيذها مثل هذه الحالات كيف تم عملية استئناف هذه المشاريع؟ وهل واجهتكم صعوبات أوقفت سير عمل مشروع معين تشرفوا عليه وتحتاجون أن المشروع هذا يطلع بأقصى سرعة لكن الموارد هي اللي والأموال هي اللي وقفتكم، وكيف قدرتوا أنكم أنتوا تطلعوا أخرى من جديد وتبدأوا تنجزوا المشاريع هذين؟ يعني نحكي عن تجارب، أنا بتجارب من أنتوا دريتكم وجودكم في هذا الجانب يعني. على سبيل المثال مشاريع بريد إجدابية كانت في البداية انطلاقة ما شاء الله يعني توقفوا عندما لم يتم صرف المستحقات، لكن الحمد لله اليومين اللي فاتن تم التفاهم بتسديد ما
مجموعة كبيرة من مستحقات الشركات، كيف ما تطرق الأستاذ مبارك قال إن شاء الله تعالى في خلال شهر بعد العيد مباشرة معظم المشاريع هذين حيستأنف العمل وحيستكمله. فالموضوع موضوع مادي، معظم المشاريع احنا عندنا ما يقارب أكثر من 70% من المشاريع نسبة الإنجاز عالية، بالذات عندنا احنا إشكالية وإن شاء الله يعني ما نحصلوش فيها، أن مشاريع الطرق والمياه والصرف الصحي ومقبلين على فصل الشتاء. إذا لم يتم تسديد المبالغ هذين في أسرع وقت على أقل الشركات تستنفع عملا، يعني شهر 8 و 9 10 توقع سقوط الأمطار حيث يعتبر عائق. طيب ينضم إلي عبر الهاتف عميد بلدية غات السيد إبراهيم ماخي. أهلا وسهلا بك سيد ماخي في نهاية الأسبوع. أهلا وسهلا مرحبتين. ونحتاج إلى معرفة المشاريع المنجزة والمتعثرة في بلدية غات، تفضل. الحمد لله، احنا طبعا عندنا 9 عقود متمثلة في مختنقات مياه وصرف صحي وصيانة مستوصفات وتنظيف الأبار والبوابات وإزالة العوائق من الوديان تحسبا للفيضانات وصيانة البوابات. الحقيقة احنا نسب الإنجاز أو الإنجاز في بعض المناطق يكاد يكون 99% أو 100% كمنطقة العوينات وتهالة وجزء من مدينة قائد. هذه المياه شبه منتهية والصرف الصحي أيضا في بعض منها. التعثر له أسباب واضحة وهي عدم الدفع. الإسبانيين يروا كنا في الدفع، وإحنا ما نلوموش الحكومة الليبية في الظروف اللي هي فيه. إحنا نحيي رئيس مجلس الوزراء مش غير مدح، الحمد لله أن في زمن قياسي وقعنا عقود حوالي 43 مشروع لما انفصصوها كخطوط مياه وصرف صحي وغيرها. والعمل متعثر في بعض الخزانات نظرا لظروف الدفع وظروف ايضا المواد كانت موضوع الحرب وعملية الامن، رغم ان وكذلك ايضا المستوصفات 5 مستوصفات المواد مشونة وباقيين العمل فوقفوا العمل حقيقة. واحنا قلنا لهم تفضلوا يعني ما مش مشكلة يعني انكم توقفوا العمل لغاية ما يصرفوا لكم بعض المستحقات. وهذه الأمور تعاني منها المنطقة الشرقية، لكن أفضل الحقيقة من بلديات كثيرة بالنسبة لغات. الأمور ماشية رغم أنه في ناس تحاول تحبط المجلس التسييري وعددها لا يزيد عن 20 شخصا أو 30 شخص ويعطوا في بيانات ممكن حتى لحضرة رئيس الوزراء والله الجيش أن فيه هيك وهيك وهيك، كلها كذب ولا يهمنا. نحن القافلة تسير قافلة تسير والباقي يكمل من عندك. طيب فلا يهمنا هذا الأمر. عندنا مشكلة المقر، طبعا احنا المقر متدني لأن البلدية مقفلة السابقة. ليش مقفلة البلدية السابقة؟ خليه في النقطة هذه السيد باخي، ليش مقفل البلدية السابقة وانتم قاعدين في مقر مش لا يعني هو متدني ويحتاج إلى صيانة ممكن، فهمت منك كينا يعني. المقر احنا قاعدين حقيقة استعنا بجهاز في مشروعات الإسكان والمرافق وما نبوش نعمل دوشة الحقيقة، ونأمل من اللواء بالقاسم الأبعش كان يتعاون معنا باش نستلموا المقر. يعني الإدارة لها دور كبير حقيقة، والإدارة تكاد تكون 70% من العمل، ولكن بخبرتنا وبالتحدي مع الجهة الغربية يعني انجزنا الكثير الحقيقه. وعندنا مشكله حتى هي كبيره في بعض الحاجات زي توفير وسائل النقل، لم ناخذ ميزانيه الى حد الان 2019 ما خدناش ميزانيه نظرا لعدم فتح حساب لينا من الماليه الى غايه ما رجعوا الميزانيه ودارنا فيها مذكره ودارنا مذكره لمجلس الوزراء
ووزارة الحكم المحلي يعطونا هالميزانية 200,000 فيها يضيفوها لنا على المية متاع السنة لأن خلينا أشياء عبينا على الميزانية. طيب. مشكلة النقل لكن إحنا لا نأنه من هذا كثيرا لأن يعني المشاريع التي وقعها رئيس الوزراء في زمن قياسي والله ما تخليناش إحنا ننتقده ولا نتكلمه، وعارفين ظروف الحكومة الليبية أو الحكومة المؤقتة من الناحية المادية، لكن الحقيقة بوقوفنا ووقوف معانا بعض الحكماء والناس وغيره والمواطنين والشباب أنجزنا. عندنا الطرق برضو عندنا فيها مشكلة، عندنا مشكلة في بعض المناطق زي تازروك إدلس كذا بنديروا لهم مساكن جاهزة في شهرين 10 مساكن 20 لكن المشروعات قالوا احنا اسعار نمطية ما عندناش للمباني الجاهزة، وهي غريبة قالوا الرقابة ترفض. انا غريبة يعني المفروض احنا مشينا الرقابة وعندنا الكلى في شهر يجهزوا 3 مراكز للكلى في المباني الجاهزة. طيب. وجيدة يعني. طيب يا طيب سيد ماخي، يعني نريد أن نفهم احتياجات البلديات لربما عملية صيانة أو إنشاء مقرات جديدة. هل تعاني غات الآن من أي، حضرتك ذكرت المبنى متاع المجلس التسييري أو البلدي، وهل في مرافق أخرى تحتاج إلى صيانة، وحتى تحتاج البلدية بشكل سريع جدا إلى إنشاء مرافق جديدة بشكل سريع؟ هي أولا مقر مديرية ودعم المديرية والقطاعات الأمنية. ثانيا المجمع الإداري لبلدية غات وهو الديوان، واستكمال مجمع إداري في العوينات حتى هو، هذه كلها متوقفة. نعم. الآن يريد وفي المركز فيه مباني تحتاج إلى صيانة. المجمع الإداري كل القطاعات فيه لكن ما عمل صيانة من النظام السابق. طيب عندك اي رساله تحب توصلها يعني. طيب الان قدامك المساحه مفتوحه، عندك اي رساله تبي توصلها سيد ماخي لرئيس الوزراء وحتى اداره المشاريع؟ تفضل نسمع فيك. يعني بنوصل رساله لرئيس الوزراء، هو انا عندي مشكله واحده في الاتصالات الهاتفيه، اغلب بعض قطاعات ممتازه ردوا عليك، بنوضحوا لهم مثلا البعد، وهم طبعا ممكن ما عندهمش يعني امكانيه لحل هذه المشاكل ما يردوش عليه. هذه مشكله كبيره راهو في الاداره. انا اللي نبوه اول يشوفوا لنا وسائل نقل. يا اخي نمشي 240 كيلو يوم بعد يوم عن طريق مندوبي المصارف او نركب في تاخر. ما عندناش مشكله مع المشاريع اللي اظهرهم لنا الحقيقه رئيس الوزراء. نعم. الحاجة الثانية الوقود. الآن المية في غات حلنا جميع مشاكل المياه، حلنا مشاكل جميع الآبار المتوقفة بالمضخات وركبناها رغم أنه أخطأنا أن ما عندناش كوابل، ولكن مشكلتنا الآن 5 ساعات 6 ساعات الكهرباء تنقطع المية عن المسكين وخاصة في غات المدينة. السبب ما فيش نافذة، المحركات عندنا محركات حاطينهم على جميع الابار، المفروض يدخل كهرباء لكن نبو المازوت النافذة. نعم. رئيس الوزراء وافقنا على زوج صهاريج لكن المالية قالت فلوس ما فيش الان، وشوفوا لنا محطات. فالان عندنا محطة في مطار غات وعندنا محطة في شركة كونيكوس الايطالية محافظين عليه يرفع اكثر من 200,000 لتر من النافذة، والآن حجزنا المازوت لكن كيف بنخلصوه؟ لا ميزانية 2019 ولا ميزانية 2020 اللي هي بادية خلال الفترة هذه. نعم. هذه المشاكل والنقل والله تحشمنا، لكن ما بنلومه برضو الأستاذ التني لأن اللي وقع علينا من المياه أهم من المياه والشرب، وثانيا الكهرباء. نعم. الكهرباء نمشينا للهيئة العامة للكهرباء، الراجل متجاوب لكن لحد الآن
طيب شكرا. نعم اشكرك جزيل الشكر سيد ابراهيم ماخي رئيس المجلس التسييري لبلدية غات. يعني ان شاء الله بس منين احنا اتحنا لك فرصه عشان تحكي جميع المشاكل. استاذ ابراهيم مديريه الامن والمجمع الاداري واستكمال المجمع الاداري للعوينات، هذا ما تحدث عنه المشاريع المتوقفه في بلدية غات، تفضل. تواصلوا معنا، احنا في البدايه بلدية غات وجابوا لنا المشاريع الضروريه والبندات خصوصا اللي هي المياه وبعض الحاجات البسيطه والضروريه لهم، لكن في التو في الجديد فيش مشكله يجيب لنا مشاريعهم يحصلوه له ويديروا لهم مقايساتهم ويجيب لنا حنعرضون على رئاسه الوزراء وحنتم صيانتها عن طريق كيف مثل المشاريع السابقه في ما عندناش اي اشكاليه يعني. يجيب احتياجاته بالكامل كيف ما قال هو، مبنى الإداري، مديرية الأمن، مركز شرطة، مستوصف يجيب لنا. وإحنا في مشكلة إحنا تعاني فينا في المشروعات في عدة بلديات اللي هي مشتركة بعض المشاريع متعاقد عليها من العهد السابق مع خصوصا جهاز تنمية المباني الإدارية. المشاريع هذين فيهن عقود وحاولنا نتواصلوا مع الإدارة متاعة المشروعات المباني الإدارية لفض هذه لفسخ هذه العقود أو استكمالها على الأقل، إذا لما استكملوها نستكملوها إحنا، لكن لحد الآن لا لم يأتوا بنا لا استكمال ولا خلونا نكمل. طيب خليني نمشي للأستاذ خالد العبدلي عبر الأقمار الصناعية. أستاذ خالد نحتاج إلى معرفة طبيعة المشاريع التي تم إنجازها من عام 2018 إلى 2020 العام اللي نحن فيه. أنا سمحني أن طولت عليك لكن أنت عارف الملف هذا كبير جدا ويحتاج إلى استماع كافة الآراء وتقييم الأداء حتى من عمداء البلديات أو حتى المواطنين. لكل شخص تحدث عن بلديته، لو كان أنا يعني أنا مواطن من غازي ممكن نحكي نقيم المشاريع اللي في بلديتي بالشكل اللي أنا أراه مناسب، فالموضوع هو كبير جدا. فأنا آسف على التعطيل، هذا كله تسويف لأن أنا عطلت عليك أستاذ خالد، تفضل. نعم، بخصوص المشاريع المنجزة اللي خاصة بالهيئة العامة للإسكان والله. نعم الهيئة العامة للإسكان والمرافق. نعم، هو كما حكينا عليه نحن تقريبا اللي هي 155 مشروع، نسبة إنجاز تتراوح من 30% إلى 90%. عندنا مشاريع متوقفة وعندنا متعثرة. من أهم الأسباب هو طبعا فيه سبب رئيسي يعني غير أن يعني صرف المستحقات الشركات. أنت موجود في مدينة بنغازي أو في ليبيا بشكل عام، سعر الصرف الدولار، المقاول أو الشركة المنفذة تأخذ في احتياجاتها من السوق المحلي للسوق المحلي في ليبيا. أنت عارف أن الدولار يتراوح في السوق الموازية من 5 إلى 6. أنت عارف أن الأسعار حتى في المواد الأساسية أو المواد في أعمال الأعمار أو في أعمال الإنشاء من أهمها اللي هو مادة الإسمنت، مادة الإسمنت تتراوح في الأسواق في الأيام هذين من بين تقريبا من 18 دينار الى 30 دينار او 29 دينار. فهذين من اسباب اللي حتى هن عرقلا انجاز هذه المشاريع. نحن يا سيد بفتاح نامل من ان قناه الحدث تكون هي جزء من المتابعه وتقييم اداء حتى المشاريع نتاعنا. نحن نامل، انت عارف ان الحكومه تعمل في ظروف خاصة جدا، وكذلك مسلط عليها مكينة إعلامية ضخمة تقوم بإفشال مشاريعها، وكذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. يعني نحن نتعرض إلى حملة شرسة كبيرة، ممكن الحملة هذه تدار حتى من دول خارجية في إفشال هذا العمل الحكومة أو في إفشال مشاريعنا. كذلك يعني الحرب كما هي موجودة على الجيش الليبي وهي موجودة على الحكومة الليبية. فنحن نأمل من قناة الحدث الموقرة أن هي تتابع مشاريعنا وأن هي تزور هذه المشاريع وتقيم هي قبل وتوصل للمواطن ما قامت به الحكومة الليبية لمعرفة ولتصحيح المعلومات ولإعطاء الحقيقة للمواطن. نحن تو شفنا حسب الاستطلاع الرأي اللي قدمتوه ناس تقول ما شاء الله قدموا المشاريع، الكمال لله. الحكومة تعمل في ظروف
قاسية جدا، واللي يعمل هو اللي يخطأ في النهاية. بكل إذا كان أخطأ مقاول أو أخطأ شركة في تنفيذ عمل معين أو أخطأ حتى جهة إشراف، هناك جهات متابعة كديوان محاسبة كرقابة إدارية. هو الحديث، هو الحديث أستاذ خالد مش عليه الخطأ أو التقصير في هذا العمل، عليه قد نسب الإنجاز ومشكلة التوقف. يعني شركة لما تبدأ في مشروع وتدير جزء منها بعدين توقف، سمحني يعني ترقد 7-8 شهور بعدين ترجع تدير فيه خطوتين أخرى وبعدها تختفي عليا، الناس ما تعرفش إن هي الظروف اللي قاعدة تصير. نحن فاهمين الحكومة ممكن خلصت شوية، الشركة اشتغلت من عندها، الحكومة مش قدرت تخلص وهكذا. لكن السؤال اللي ديما موجود، وهذا خلينا نوجه للأستاذ إبراهيم لو سمحت السؤال ضاهي، لأن هو سؤال جوهري. الناس تقول الحكومة ما عندهاش قدرة أنها تدفع المبالغ باش تدير مشاريع، ليش تخشش فينا في مشاريع وتقصر لنا في شوارعنا وتقصر في القطران ودارتنا مشاكل؟ تخلي الشارع نفس ما هو، نين تحصل له فلوسها كاملة وبعدين نقول والله أنا بنصين شارع كذا، شارع سين تمام وعندها القيمة كاملة تصينها في الشهر وقيمة متعاقد عليها، الناس تجد عندها ثقة في الحكومة ويكون المشروع مواصفات كويسة وانجز عليه. لا حد يقول لك والله هم خدموه قطران لكن خدمة بالهون اليوم نزل بعد شهر وكذا. يعني الناس تسأل تقول ليش الحكومة فتيم عندها فلوس ما عادش تدير مشاريع، ما تورطناش شوارع مكسرات؟ يعني شارع هو مكسر تجي تقشروه، احنا فاهمين انه هو منصرب عمنكم، يعني انتوا تبوا تحركوا المياه الراكدة الله غالب، لكن ما عندكش فلوس ما تدير الشيء، هيك الناس تقول. تفضل استاذ ابراهيم. اجتمع مجلس رئاسة الوزراء وحدد الميزانية، كل وزارة شنو متطلباتها. كويس. جمعوا المتطلبات رئاسة الوزراء بالكامل، تم إحالتها للبرلمان، اعتمدها البرلمان في شهر واحد، وهذه يعني إنجاز فرحنا به في البداية، لكن لحد الآن لم يسيل. موجود أرقام لكن التسيل لم يسيل. فلما احنا نتم التعاقد على ميزانية تم اعتمادها، تفاجأنا بالعكس ان ميزانية تم اعتمادها لكن ما صرفوش منها. فهذا الامر الاول والاخير يرجع لاعضاء البرلمان بالدرجة الاولى، ومصرف في المركزي. طيب ينضم الي عبر الهاتف السيد مصطفى البشير عميد بلدية سوق الخميس مساحل. اهلا وسهلا بك سيد البشير في نهاية الاسبوع من ليبيا الحدث، ونريد أن نفهم يعني المشاريع التي أنجزتها الحكومة هناك والتي تعثرت أو قيد الإنجاز. تفضل. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. أحييك أيضا. في البداية نرحب بضيف الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بالنسبة للمشاريع اللي قدمتها رئاسة الوزارة لبلدية دول خميس الساحل، هي عدة مشاريع من ضمنها حفر آبار مياه الشرب وعدد خزانات علوية وبعض صيانة المدارس، من 4 مدارس وبعض شبكة مياه الشرب صيانتها وتنفيذها، وتم الإنجاز بنسبة كبيرة وأغلب المشاريع انتهت والحمد لله. طيب يعني هل هنالك أي معوقات أو مشكلات في إنجاز المشاريع في بلديتكم سيد البشير؟ ومع ذلك نفذت رئاسة الوزراء المشاريع اللي متعاقد عليها مع بعض الشركات، حتى الشركات اللي نفذت في الظروف الصعبة هذه وأنجزوا العمل على كل ما يرام. طيب هل هنالك أي مشاريع تحتاجون للتقديم عليها؟ تحدث من إنشاء أو صيانة، وإنشاء مرافق جديدة وصيانة مرافق تحتاج إلى بعض التطوير، هل هنالك أي مرافق في هذه البلدية تحتاج إلى تقديم هذه الملفات إلى ديوان رئيس الوزراء؟ تفضل. والله إن شاء الله نأمل في المستقبل إن شاء الله قريب جدا إنشاءات جديدة من ضمن زي شنو؟ هل عندكم مشاريع مستهدفة؟ عندكم أفكار؟ نعم. لمشاريع؟ هل عندكم أفكار لمشاريع تحتاجهم بلديتكم الآن؟ والله إن شاء الله في المستقبل قلت لك عندنا عدة مشاريع، منها مقار إدارية، منها مستشفى قروي، ومن ضمنها بعض الكليات إن شاء الله نشرعوا فيه في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم بإذن الله، نتمنى لكم التوفيق بطبيعة الحال.
سيد مصطفى البشير عميد بلدية سوق الخميس مساحل، كنت معي عبر الهاتف من هناك. أعود إليك سيد إبراهيم، الآن مع كل اللي قاعد يصير وهنا في انتقادات، يعني لأن الجهة لما تعمل في من يوافق عليه شغلها، في من ما يوافقش، في من يقيم في الشغل بمنظوره الخاص. الآن المشاريع التي قامت بهن الحكومة الليبية في بلدية المنطقة الغربية، قامت مجموعة من المشاريع اللي حكينا على الزنتان، على غريان، على صبراتة، على صرمان، على قصر منغشير، على سرت، قامت بمشاريع وحطت لهم جدول وقيمت الأعمال غادي وبدأت أنها هي تحاول أنها هي تشتغل بشكل موسع. هناك نحتاج إلى إحصائيات لهذه البلديات، ما الذي قامت به الحكومة الليبية هناك والمشاريع التي نفذتها والمشاريع التي أنجزتها واللي تحت الإنجاز والتي تعثرت بسبب سيطرة الميليشيات على هذه البلديات، لكي يفهم الناس أن الحكومة الليبية حاولت أن تقدم خدماتها لكافة المدن والمناطق الليبية، لكن مع سيطرة الميليشيات توقفت هذه الأعمال وسيطرت حكومة السراج على ذلك. هل استطاعت حكومة السراج أن تنجز عمل واحد في تلك البلديات؟ هل استكملت أي من الأعمال التي قامت بها الحكومة الليبية؟ بل وزعت الميليشيات على المدن وأخذ الدولة المتفرج. تفضل. تم التواصل مع عمداء البلديات في نهاية 2019 وقاموا بإعطائنا مجموعة مشاريع مهمة مستعجلة. ربما أقول كيف ما حكينا في السابق أن المشاريع تجي من البلديات لرئاسة الوزراء، رئاسة الوزارة للتنفيذ مباشرة. على سبيل المثال بلدية بن وليد عندنا فيها عقود ما يقارب ب 40 مليون، بلدية سوق الخميس مساحل ومشاريع معظمها يعني جارية في منتهية، عملية سوق الخميس مساحل ما يقارب 12 مليون ومعظمهن منتهية وبعض منهن جارية، بلدية ترهونة حتى فيها عندنا فيها مشاريع بما يقارب 12 مليون حتى هي معظمها جارية متنفذة، بلدية وادي زمزم عندنا فيها مشاريع بستة مليون، عندنا مشاريع في قصر بن غشير، بلدية العواتة، بلدية الرجبان عندنا فيها ما يقارب ب 8 مليون مشاريع، بلدية سيد السايح عندنا فيها ما يقارب ب 15 مليون حتى هي مشاريع معظمها جارية، بعض منها منتهية الأعمال البسيطة. بلدية العواتة ما يقارب 9 مليون و 200 ألف حتى هي معظمها جارية. في بعض التعاقدات، بلدية صبراتة حتى هي عندنا فيها ما يقارب 11 مليون، وفي بعض البلديات بلدية غصر بن غشير حتى فيها ما يقارب 10 مليون، وفي بعض البلديات يعني فيها على فيها على قيد التعاقدات وتحت الدراسات. طيب أستاذ خالد، أعود إليك الآن. يعني أهمية إقامة المشاريع في البلديات، تحدث عن إسكان ومرافق يعني، وهذا الجانب المهم جدا في أي بلدية وتقديم المشاريع والخدمات. هل هنالك أي أفكار قدمتها إسكان ومرافق إلى مشاريع رئاسة الوزراء من أجل إقامتها يعني الخروج بملف الإسكان من الأزمة اللي هو موجود فيها؟ الأراضي شاسعة، الموارد مفروض تكون موجودة، نحن نعرف هي أزمة الآن ما احنا موجود فيها، لكن أفكار بشكل مستقبلي يعني، هل في مشاريع قدمت تحل مشكلة الإسكان بشكل جوهري أم لا؟ تفضل سيد خالد. الهيئة العامة للإسكان طبعا وضعت الخطط، ولكن الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل طبعا هذه تحتاج إلى ظروف أخرى غير الظروف اللي موجودين فيه نحن حاليا. موضوع الإسكان هو إسكان عام أو إسكان خاص أو إسكان عن طريق القروض. الهيئة العامة للإسكان قاعدة تشتغل يعني جاهدة
لتفعيل العديد من مشاريع الإسكان. نحن طبعا أنت عارف أن الهيئة العامة للإسكان هي صاحبة العمل فيما يخص حصر وتقييم الأضرار، يعني هذا مما زاد في أزمة السكن في هذه المدن المتضررة. جاري العمل على 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 موضوع الوحدات السكنية فيما يخص الناس المتضررة. الخطط الاستراتيجية الكاملة الهيئة العامة للإسكان عاكفة على تجهيزها وإحالتها للمجلس الوزراء. فيما يخص المشاريع طبعا الحالية يجب أن تكون فيما يخص المختنقات، أنت عارف أن الظروف اللي حكينا عليهم ما نقدروش نقدموا مشاريع استراتيجية كبيرة، لأن احنا نشتغلوا على المشاريع والمختنقات اللي مثل المواطن بشكل مباشر، سواء كانت في الخدمات الأساسية أو في فتح مسارات أو غيرها. طبعا الهيئة العامة للإسكان جزء لا يتجزأ من المنظومة اللي تشتغل بها المجلس الوزراء. الهيئة العامة للإسكان في تعاون كامل وكبير مع جهاز تنمية وتطوير المدن والإشراف عليه ومتابعته بشكل عام. في هذا الخصوص ضروري نذكر ما يقوم به جهاز تنمية وتطوير المدن في مدينة بنغازي. لا يخفى على أحد ما يقوم به من هذه الأعمال، سواء كانت في صيانات أو إنشاء مراكز الشرطة، في صيانة المدارس أو المؤسسات التعليمية. نعم. فهي منظومة كاملة، ما تشتغلش الهيئة العامة للإسكان لوحدها، تشتغل مع الأجهزة ومع البلدية، وكلنا يكملنا في بعضا للخروج من هذه الفترة العصيبة اللي تمر بها الحكومة الليبية المؤقتة. لكن نحن نقول ممكن يوجد تقصير من ناحية إعلامية في حتى في أعمال اللي تقوم بهن، سواء كان على مستوى هيئة أو على مستوى حكومة، ضروري إبراز هذه الأعمال سواء نعم. كانت بالإنجاز أو بالتعثر. نعم، يعني أنت تشير أن يعني العملية الإعلامية وإبراز الأعمال التي تقوم بهن هذه الهيئات هي المشكلة اللي ما توريش في الناس قيمة العمل التي تقوم به هذه الهيئات والإدارات، صح؟ نعم. تقصد ذلك؟ نعم نعم. في جميع الأجهزة وفي جميع الهيئات والوزارات في قصور إعلامي من جنبهم، يعني يحتاج إلى التطوير وعملية المواكبة بشكل سريع، وعملية النشر والإظهار، وعملية تجسيد أعمال حتى على الشكل الواقع. يعني شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال السيد خالد العبدلي، نائب رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المؤقتة. ومشاهدينا وصلنا نهاية هذه الحلقة، الشكر موصول لك أنت أيضا السيد إبراهيم المرغني مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء عفوا، وشكر لكم موصول أنتم مشاهدينا وكل من كان معنا عبر هذه المساحة المفتوحة من نهاية الأسبوع من عمدة بلديات ومسؤولين بخصوص هذا الملف. في الختام تقبل تحياتي وفي أمان الله.